في إطار التعاون المشترك بين تشاد والإمارات العربية المتحدة، شارك وفد رفيع المستوى مكون من أمينة الدولة في الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي والتشاديين في الخارج عشت صالح دمان، وأمين الدولة في المالية ألالي محمد أبكر، وبعض الكوادر التشادية في أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة التشادية الإماراتية، وذلك بحضور السفير التشادي المطلق الصلاحية وفوق العادة لدى الإمارات العربية المتحدة سعادة زكريا إدريس ديبي إتنو. هذا وقد انطلقت فعاليات الدورة الأولى على مستوى خبراء البلدين في الصالة الكبرى لوزارة الخارجية الإماراتية في مدينة أبو ظبي، حيث ترأس أعمال الخبراء سعادة السفير زكريا إدريس ديبي إتنو والسفير الإماراتي لدى البلاد سعادة محمد الشمسي، الذي أعرب عن تفاؤله بالتعاون مع تشاد لرفع تحديات الساعة. وكما أعرب الدبلوماسي التشادي لدى الإمارات عن امتنانه وشكره العميق لدولة الإمارات العربية المتحدة إزاء استعدادها التام للتعاون مع تشاد، وأشار إلى أن هذا التعاون انطلق من أرضية صلبة تمثلت في متانة العلاقات بين البلدين. وعقب ذلك انطلقت أعمال الخبراء بمداخلة أمين الدولة عضو مجلس الوزراء الإماراتي الدكتور سلطان الجابر، الذي أشاد بالعلاقات المميزة بين البلدين، ولا سيما النابعة من اهتمامات الرئيسين إدريس ديبي إتنو والشيخ محمد بن زايد آل نحيان. ودعا الدكتور سلطان الجابر البلاد للمشاركة في معرض دبي لعام 2020. ومن جانبها أمينة الدولة في الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي والتشاديين في الخارج عشت صالح دمان أشادت بأعمال الخبراء الذين توصلوا إلى خارطة طريق تسهم في توطيد عرى التعاون بين تشاد والإمارات العربية المتحدة، وكذا تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في المجالات الحيوية ولا سيما الأمنية والاقتصادية والتنموية. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشتركة تعقد اجتماعاتها كل سنتين بالتناوب، وسيعقد الاجتماع القادم في العاصمة التشادية أنجمينا. حظيت أمينة الدولة في الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي والتشاديين في الخارج عشت صالح دمان بمعيتها السفير التشادي لدى الإمارات العربية المتحدة زكريا إدريس ديبي إتنو، والمستشار الأول لدى السفارة التشادية بالإمارات محمد آدم كلبو، ومدير التعاون لدى الخارجية التشادية موغالباي أوبولونير، ومدير العالم العربي لدى الخارجية سعيد علي أحمد طه. حظوا بلقاء أمين الدولة عضو مجلس الوزراء الإماراتي دكتور سلطان الجابر، حيث استغرق اللقاء زهاء النصف ساعة، تبادل خلاله جانبان سبل توثيق عرى التعاون بين البلدين. هذا وعقب خروجها من اللقاء أعربت أمينة الدولة في الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي والتشاديين في الخارج عشت صالح دمان عن امتنانها وشكرها العميق للإمارات العربية المتحدة لما حظي الوفد التشادي من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة واللقاءات الجادة والمثمرة بين الطرفين.